أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم ما تداولته الصحف العربية والمواقع اليمنية، والبداية من المواقع الأخبارية، حيث تصدر الإفراج عن موظفة الصليب الأحمر نوران حواس اهتمامات المواقع الأخبارية اليمنية، واكتفت هذه المواقع بسرد قليل من تفاصيل الإفراج دون الإجابة عن كثير من الأسئلة المتعلقة بمكان اختطافها وكيف قضت فترة اختطافها، وعنون موقع بوست في صفحته الرئيسية. وساطة عمانية تتمكن من الإفراج عن رهينة فرنسية اختطفت في صنعاء بالتنسيق مع الحوثيين. وقال الموقع إن وزارة الخارجية العمانية أعلنت نجاح السلطات العمانية في إطلاق سراح المواطنة الفرنسية من أصل تونسي نوران حواس بعد تعرضها للاختطاف في اليمن منذ ديسمبر الماضي. وقالت وزارة الخارجية العمانية أنه وتلبية للالتماس الذي تقدمت به الحكومة الفرنسية للسلطنة للمساعدة في معرفة مصير المواطنة الفرنسية نوران حواس، فقد تمكنت السلطات المعنية في السلطنة وبالتنسيق مع بعض الأطراف اليمنية سلطات الحوثيين من العثور على نوران حواس. ويتابع الموقع اختطف مجهولون نوران حواس مديرة قسم الحماية في مكتب الصليب الأحمر الدولي في العاصمة اليمنية صنعاء من داخل سيارتها من قبل مسلحين بداية ديسمبر عام 2015. وصحيفة يمن مونيتور أيضا تابعت الموضوع المتعلق بإطلاق سراح موظفة الصليب الأحمر نوران حواس، وقال الموقع إنه تم نقل حواس إلى مسقط تمهيدا لعودتها إلى بلادها، وجاءت التحركات العمانية تنفيذا لأوامر من السلطان قابوس بن سعيد لتلبية الالتماس الحكومة الفرنسية المساعدة في معرفة مصير المواطنة حواس. وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخبر ونشرته في حسابها الرسمي بتويتر خبرا عاجلا يقول: تم إطلاق سراح زميلتنا نوران حواس منذ قليل في العاشر من الشهر من اختطافها بعد عشر أشهر من اختطافها في اليمن. وعن التسعة الذين لم يذهبوا اليوم إلى مدرستهم في تعز، كتب حسين الوادعي مقالا رثى فيه الأطفال الذين قتلتهم ميليشيا الحوثي في مدينة تعز، وقال الوادعي: أثارت صورة الطفل الغريق إيلان الكردي اهتمام العالم لقضية اللاجئين في سوريا، لكن صور جثث أطفال بير باشا لم تلفت انتباه أحد. كان يفترض بهم اليوم أن يصحوا صباحا للذهاب إلى المدرسة، أن يمارسوا شقاوة الطفولة وهم في الطريق لطابور الصباح، وأن يصرخوا تحيا الجمهورية اليمنية بعد تحية العلم. لكن ميليشيا الحوثي تحب الأطفال ميتين، تحبهم جثثا مرمية على قارعة الطريق مختلطة بألوان ملابسهم الزرقاء والحمراء. في صعدة لم يبني الحوثيون مدرسة أو حتى مستوصفا، كل ما بنوه هو المقابر. في كل مديرية بنوا مقبرة أو اثنتين أو ثلاثا، وأغلب من دفن فيها كانوا من الأطفال الذين تم تضليلهم للقتال في صف الحركة. يطلق الحوثيون على المقبرة روضة الشهداء، هذه هي الروضة الوحيدة التي يعترفون بها ولا يقصفونها، بل ويحرصون على بناء المزيد منها كل يوم. خرجت المسيرة من صعدة إلى كل اليمن، زرعت المقابر في كل مكان تدخله، أينما حلوا تنهار مدرسة وتعلو مقبرة، تنفجر مستشفى وتنمو مكانها مقبرة. يختفي الأطفال من المدارس والمنازل والشوارع وينامون وحيدين خائفين في روضة الشهداء، المقبرة التي بنت الميليشيا طريقها للحكم على الجثث المتراكمة داخلها. اليوم سيذهب أطفال تعز للمدارس وسيجدون أن هناك 9 كراسي مدرسية أصبحت فارغة، حملتهم قذائف الميليشيا من أحلام المدرسة إلى صمت القبور. بدأت مقابر الميليشيا تنمو كالسرطان في عمران وصعدة وذمار والحديدة وإب. المقبرة هي المكان المفضل للأطفال في عقيدتها، الأطفال للقتال والموت لا للحياة، جنة الأطفال مقابرهم. والميليشيا تنشر صرخة الموت وألوانه السوداء أينما حلت.
الطلاب اليمنيون العالقون في القاهرة والذين يرغبون بالعودة إلى اليمن ما زالت مطالبهم بلا استجابة وعنونا عدن الغد. دارسون يمنيون في القاهرة ينفذون اعتصامات للمطالبة بعودتهم إلى اليمن. وقال معتصمون لعدن الغد إن هذا الاعتصام يأتي بعد أن تراجعت السفارة عن وعود سابقة وانقضاء 5 أيام على الاتفاق الذي تم بموجبه رفع الاعتصام سابقا. ودعت اللجنة المنظمة جميع الطلاب مشاركتهم في هذا الاعتصام، وقالوا إنه لن يتم رفع الاعتصام الحالي إلا بالبدء بقطع التذاكر الخاصة بهم وبعائلاتهم. وإلى موقع المصدر أونلاين والذي عنونا في صفحته الرئيسية: بحرية الحوثيين تهدد السفن والمراكب البحرية من داخل المياه الإقليمية دون إذن مسبق. ويقول الموقع: ما يسمى بالقوات البحرية والدفاع الساحلي التابع للرئيس السابق وجماعة الحوثيين هددت السفن والمراكب البحرية التابعة للتحالف العربي من دخول المياه الإقليمية اليمنية. وحذرت تلك القوات في بيان لها نقلته وكالة سبأ التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون من قيام أي سفينة باختراق المياه الإقليمية لأي سبب كان دون أخذ الإذن المسبق من السلطات البحرية التابعة للجماعة. وقال بيان إنه وفي يوم السبت تم استهداف السفينة العسكرية الإماراتية نوع سيوفت بصاروخ نوعي أدى إلى تدميرها أمام سواحل مدينة المخا. هدنة التقاط الأنفاس، تحت هذا العنوان كتب البرلماني عيدروس النقيب مقاله المنشور في الوحدوي نت. وقال الكاتب: كثر الحديث عن هدنة قادمة ستشهدها الحرب العبثية البائسة في اليمن التي أشعلها الانقلابيون بخطفهم الدولة ومصادرتهم كل شيء على أرض اليمن والشروع في مهرجان القتل والقصف والتدمير والتفجير. ويدور الحديث عن هدنة مدتها 72 ساعة، أي أن فترة الهدنة لا تساوي قيمة الحبر الذي تكتب به بيانات وتصريحات المسؤولين والوسطاء الدوليين. ذلك أن 72 ساعة سيذهب منها جزء للاستعداد والتحضير، وستشهد خروقات وسيتم إعلان موتها قبل نهايتها. ولا أتصور أن هذه الهدنة يمكن أن تصمد 10 أو 12 ساعة لسبب بسيط، هو أن تحالف ميليشيا الحوثي وصالح يفهم من الهدنة وقف طلعات طيران التحالف وإيقاف تدخله مع ذلك أن 72 ساعة سيذهب جزء منها للاستعداد والتحضير وستشهد خروقات وسيتم إعلان موتها قبل نهايتها. ولا أتصور أن هذه الهدنة يمكن أن تصمد 10 أو 12 ساعة لسبب بسيط، هو أن تحالف ميليشيا الحوثي وصالح يفهم من الهدنة وقف طلعات طيران التحالف وإيقاف تدخله مع استمرار حربهم في مواجهة المقاومة والقوات العسكرية الرسمية الرافضة للانقلاب. أتمنى أن تتوقف الحرب نهائيا ويبدأ مشروع السلم والبناء والاستقرار في هذا البلد المنكوب، لكن تمنياتي شيء وحقائق الواقع المريرة شيء آخر. الهدنة الراهنة تأتي وهناك مؤشرات على تدهور مريع في جبهة الانقلابيين، سواء بعد عجزهم عن تدبير مستحقات الناس من المرتبات الشهرية منذ 3 أشهر، أو من خلال تنامي موجة السخط التي تشهدها بعض المناطق الخاضعة لسطوتهم وخصوصا العاصمة صنعاء. الهدنة الوحيدة التي يمكن أن تصمد هي تلك التي يوقع عليها الانقلابيون وهم في لحظة هزيمة ومجردون من كل أدوات التنمر التي يبتزون بها كل الأطراف بما في ذلك الوسطاء الدوليون أنفسهم. وهذا يتوقف على كفاءة القوات الموالية للشرعية في إحداث تغيير على الأرض يمكن أن يوفر الشروط التي تجبر هؤلاء على الإذعان للإرادتين الوطنية والدولية. تابع موقع التغيير نت ما حدث في بير باشا وسط مدينة تعز، وقال الموقع: تفاصيل المجزرة التي ارتكبتها قوات الحوثي وصالح بمدينة تعز اليوم. وأشارت مصادر محلية إلى أن الحوثيين
قصفوا سوقا عاما في منطقة بير باشا في الجهة الغربية من مدينة تعز بأكثر من عشر قذائف مدفعية من مواقع تمركزها على خط 60 في منطقة الهشمة بمديرية التعزية شمال مدينة تعز. وقال الناطق الرسمي للجيش الوطني بتعز العقيد الركن منصور الحساني إن الميليشيات الانقلابية قصفت بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة السوق العام في منطقة بير باشا بصورة بشعة وغير إنسانية، وتكشف مدى الحقد والإجرام لدى هذه الميليشيات اتجاه المدنيين العزل واتجاه الأطفال والنساء. جولتنا المصورة اليوم بين أهم الصور المتداولة في مواقع عدن الغد، والتي تنوعت في اهتماماتها بين قطع الطرقات من قبل محتجين وبين مشاهد وقضايا أخرى. نتابع الصور. نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا قبل أن نعود لنطالع أهم ما تنقلت الصحف العربية في الشأن اليمني، ابقوا معنا. من جديد نرحب بكم ونصحبكم في جولة بين أهم ما تقوله الصحف العربية الصادرة اليوم، والبداية من صحيفة العرب الجديد والتي تابعت عمليات رفض الميليشيا الحوثية للسلام وعنونت الصحيفة: الحوثيون يعززون ترسناتهم الصاروخية لنسف شروط التسوية اليمنية. وتقول الصحيفة: أعلنت جماعة الحوثيين منذ أيام دخول صاروخ جديد إلى الخدمة لينضم إلى ترسانة الجماعة المسلحة في ظل الحديث المستمر من قبل الحكومة والتحالف العربي عن أهمية تسليم الحوثيين أسلحتهم الثقيلة إلى الدولة كشرط لأي اتفاق سلام. وفي حين تحاول وحدة القوة الصاروخية للحوثيين تقديم نفسها باعتبارها قوة تمثل الجمهورية اليمنية، وتظهر البيانات الصادرة عنها أنها تمثل جماعة أنصار الله على نحو خاص وليس سلطة الأمر الواقع التي تألفت باتفاق بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام. وعززت صورة وحدة القوة الصاروخية كقوة تابعة للحوثيين من خلال بيانين: الأول أصدرته عقب تصريحات كيري، وكان عبارة عن رسالة موجهة إلى زعيم الجماعة الذي وصفته بقائد الثورة، والثاني أصدرته أخيرا للإعلان عن صاروخ سمود، واعتبرت أن خطواتها تشكل وفاء لما تعاهدنا به لشعبنا الصامد وقياداتنا المباركة ممثلة بعبد الملك بدر الدين الحوثي. وإلى صحيفة الاتحاد الإماراتية والتي عنونت: أجهزة الأمن تحبط هجوما إرهابيا لتنظيم القاعدة في أبيان. وتقول الصحيفة إن أجهزة الأمن في محافظة أبيان تمكنت من إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعتها عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة في خط عام بمديرية المحفد شرق المحافظة. وأفاد مصدر أمني في المديرية أن العبوة عثر عليها في طريق فرعي بضواحي المحفد يستخدمه المدنيون للتنقل باتجاه مركز المحفد. وأكد قائد قوات الحزام الأمني في لودر رشدي العلواني أن الحملة الأمنية مستمرة في كل مناطق أبين عقب تحريرها من سيطرة الإرهابيين، وهناك خطة أمنية متكاملة يجري تنفيذها من أجل تعقب الخلايا الإرهابية. وفي المكلا أيضا بمحافظة حضرموت، تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط هجوم إرهابي، حيث تناولت صحيفة الخليج الإماراتية هذا الشأن وعنونت: إبطال مفعول الغام أو زرعت أمام ساحل حضرموت.
وقالت الخليج إن وحدة الهندسة ومكافحة الألغام التابعة للبرنامج الوطني لنزع الألغام بمحافظة حضرموت تمكنت من إحباط محاولة هجوم إرهابي بحري من خلال إبطال كميات من الألغام البحرية زرعت في قاع البحر وعلى بعد 150 كيلومتر من مدينة المكلا. وقال رئيس وحدة الهندسة ومكافحة الألغام إن المتفجرات كانت تحوي على 520 كيلوغراما من مادتي TNT و C4 شديدة الانفجار في 8 اسطوانات كبيرة، مضيفا أن خبراء المتفجرات عينوا المكان وقاموا بقطع وشل حركة الاتصال بين الجهاز اللاسلكي والاسطوانات المتواجدة في قاع البحر ونزع الصواعق عنها. إيران تكرم الحوثي، تحت هذا العنوان كتب صادق ناشر مقاله في صحيفة الخليج. وقال الكاتب: لمن لا يزال لديه ذرات شك من دعم إيران للحوثيين لإثارة النعرات المذهبية في اليمن، يمكنه اليوم أن يتأكد بصورة أكثر وضوحا بالتكريم الذي ناله مؤخرا زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي من القيادة الإيرانية بمنحه جائزة رجل المقاومة للعام 2016. الدعم الإيراني للحوثيين ليس جديدا، فالأهم من التكريم المعنوي هناك دعم بالمال والسلاح والإعلام منذ سنوات طويلة، لكن الحدث الأبرز الذي يمكن الإشارة إليه هي تلك الأسلحة التي يتم تهريبها إلى اليمن عبر السفن القادمة من طهران إلى موانئ يمنية عدة، ويبدو أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح كان يعلم بها وغض الطرف عنها لأهداف لم يتم اكتشافها إلا بعد الانقلاب الذي تم ضد الشرعية القائمة في البلاد. وقد جاء تكريم إيران للحوثي ليتوج مسيرة من العلاقة التصاعدية مع جماعة الحوثي، بخاصة منذ الحرب الثالثة من أصل 6 حروب دارت بين الجماعة ونظام صالح، إلا أن جذور العلاقة تعود إلى أبعد من ذلك عبر الجمعيات التي نشطت هناك تحت غطاء إنساني. وقد أدرك صالح خطورة هذه الواجهات وتحرك لوقفها، حيث أغلق المستشفى ووجهت إليه تهم عدة، فيما جرت محاكمة عدد من الخلايا المرتبطة بالجماعة ومعظمها كان في عهد صالح، لكنه أغفل قضية تهريب الأسلحة التي كانت تعد الأخطر. مع الأسف كان النشاط الإيراني في اليمن واضحا للجميع ولم تدركه دول الخليج إلا بعد فوات الأوان، على الرغم من أن كثيرا من المراقبين والخبراء نبهوا السلطات اليمنية والخليجية على حد سواء لخطورة هذا الحضور. قال مستشار الرئيس اليمني عبد العزيز المفلحي للشرق الأوسط إن مسألة الحصول على المعلومات المتعلقة بموظفي الدولة لن تعرقل السلطات الشرعية، وذلك في إطار رده على مسألة احتفاظ الحوثيين وصالح بقاعدة معلومات البنك المركزي اليمني في فرعه في صنعاء. وقال المفلحي إن الحكومة لديها سجل كامل حتى العام 2014، ومن السهولة التعاطي مع هذا الملف خاصة إذا ما تم إهمال ما طرئ على ملف التوظيف وما أضاف الانقلابيون في عام 2015، لذلك سيكونون ضحايا للانقلابيين الذين جندوهم لصالح أعمالهم. وشدد المفلحي على أن البنك المركزي سيقوم بأعماله على أكمل وجه وبأسلوب حيادي أفضل مما كان عليه في صنعاء، وأنه يستخدم كل اليمنيين سيخدم كل اليمنيين شمالا وجنوبا، ورواتب الموظفين الحكوميين ستصل في الوقت المناسب. أما عن آخر التطورات الميدانية، فقد قالت صحيفة الحياة أن القوات الحكومية وبحسب مصادر عسكرية موالية لها قد حققت تقدما باتجاه منطقة حبابة وسيطرت على خط الإسفلت الرابط بين صرواح وخولان في محطة بن معيقل، وقطعت خط إمداد الميليشيات في المخدرة وهيلان. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية حررت مواقع النصيب الأحمر المطل على مركز سوق صرواح مباشرة وتباب بيوت الحماجرة بعد معارك ضارية خلفت عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى اغتنام الجيش الحكومي كميات من الأسلحة والذخيرة. إلى صحيفة القدس العربي والتي تناولت العديد من الموضوعات وجاء في عناوينها:
أردنيون يطفئون الأنوار في منازلهم ومؤسساتهم التجارية احتجاجا على اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل. وتقول التفاصيل: محتجون أردنيون أطفئوا في العاصمة عمان ومدن أردنية أخرى الأنوار لمدة ساعة للتعبير عن رفضهم للاتفاقية التي وقعتها الحكومة الأردنية أخيرا لاستيراد الغاز الإسرائيلي. وتم إطلاق هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان غاز العدو احتلال طفي الضوء، وتفاعلت قوى شعبية واسعة مع الحملة إضافة إلى مؤسسات تجارية ومحلات ومطاعم. وتتابع القدس وعم الظلام آلاف المنازل في أجزاء واسعة من العاصمة عمان وعدد من محافظات المملكة، شجبا لهذه الاتفاقية وتأكيدا على منهجهم بأن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي مرفوض وأن غاز العدو احتلال. بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة. نترككم في أمان الله، نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.